السلام عليكم، معكم الأسبوع في فيديو جديد. بما عدنا فيديو ديال كيفاش تحمل دراغون بول تنكاشي بوتوكاي 3 على محاكي ديال دولفين ايميلاتور. ها هو عندكم الجيم بلاي دابا. المهم اولا نوريكم شويه ديال الجيم بلاي، موراها ننتقلوا للتوتوريال كيفاش انستاليها. ثم الجرافيك عندكم 720 بيكسل، الاف بي اس مهم كنلعب تقريبا على 60 اف بي اس. نخليكم على الجيم بلاي ها هو، مورا دابا ننتقلوا للتوتوريال. دلاش ندير واحد الخاوي ديالي غتلقاوها في الديسكريبشن، ورا دابا نمشيو للتوتوريال. ها انتما عندنا باش تانستاليها عندنا لاين ثلاثة ديال الفايلات ديال الفايلز. عندنا الاول هو الايزو هو اللعبة، عندنا الثاني هو السيف داتا هو هذا، وما هادو الفايلات. المهم جوج دابا غنشوفو الطريقة ديال التحميل. غناخدو الايزو غنديرو له كوبي، وغنمشيو هنايا ميموار دو لاباري وغنحطوه هنايا، وغنمشيو دابا السيف داتا. السيف داتا المهم خصك تكون محمل دولفين ايميلاتور، وغيبان لك واحد الفايل ديال دابا غدير اوفغيغ، ويبان لكم نتوما هاد الفايل. غدير له كوبي وتمشي لهنا وتغير هاي دولفين ايمو، انا فين غتلقى الفايل بطبيعة الحال، وتمشي لوي وتحطو. ونخلي لكم الرابط ديال اللينكس ديال الفايلات كاملين، ونخلي لكم حتى الكود ديال الفايل. ويلا تهلاو فيديو جديد.